حق الضرر. وهذا المعاناة تكون تشجيع المواطنين على تكفية البنود العربية الأصيلة ونشرها في جميع أنحاء مصر. وانا ارحب بسيد الدكتور محمد هاشم رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية وسادة الضيوف مرحبا بكم. الدولي الثالث. وطبعا محافظة البحيرة تعتبر من اعرق محافظات مصر في تربية الحصان العربي الاصيل. عزيزيون الآن في مصر أكثر من 600 مزرعة مسجلة تحت إشراف الهيئة الزراعية المصرية وحق الزراعة. وهذا المعاناة يقوم بتشجيع المواطنين على تكفية البنود العربية الأصيلة ونشرها في جميع أنحاء مصر. سبعتاشر ونص. الخط الظهري الزوجين.